هو انا كنت بعمل حرمت يا بابا مع الاستاذ حسن حسني، وجه رامي امام هو كان المخرج هنا، المنتج هو نفس المنتج بتاع عايز اتجوز، هو استاذ طارق الجنايني. جه رامي قال لي احنا ايه عايزين نعمل حلقه مع هند صبري، كان ده قبل ناجي عطا الله بالمناسبه. فقلت له ماشي يا ريت. فقال لي في حلقه كده فيها ابعت لك تقراها، هو دكتور نفسي كده وبتاع ومش عارف ايه. قلت له هنطلع بقى يعني بنتريق على الدكاتره، وقال لي لا بالمناسبه هو نصاب اصلا، يعني هو مش دكتور، هو بعد بنكتشف في اخر الحلقه ان هو اصلا مش دكتور، فما تقلقش يعني اي حاجه هنقولها كده كده محميه بانه الراجل ده اصلا مدعي يعني. فجينا قعدنا على الشخصيه في الورق، ظبطنا شويه حاجات، انا ذاكرت الفوبيات كلها اللي انا كنت بقولها العلا دي حقيقيه، يعني ذاكرتها باساميها العلميه، الاماكن المغلقه كلوستروفوبيا، الهاير فوبيا، الاماكن العاليه، قعدت ذاكرتها كلها. وسبحان الله انا برضو انا جيت بعديها بسنه عملت الفوبيا في ناجي عطا الله، يعني سبحان الله انا عملت ده. فجيت قلت لرامي في الورق انا عايز ايه اعدل الجزء ده فيه اتك شويه على موضوع الفوبيات، خلاص كاني حللت شخصيتها يعني هي وابوها وبتاع والكلام ده. فقال لي ماشي، فقلت له الحوار، فقال لي طب بس احنا عايزين نراجع الكلام ده علمي. قلت له انا مراجعه علمي، ده الكلام ده علمي اصلا خلاص، لان برضه انا بكلم دكتوره يعني بكلم صيدلانيه برضه مش واحده جهله يعني. فقال لي ماشي، فعملناها وانا بقى اخترعت حاجات في النص ملهاش علاقة بالطب قوي يعني. انا كنت حابس كانت واحدة حابسة الواد في درج الشرابات ومش عارف ايه والحاجات دي، بقى في حوار اخد ورد خلاص وواخد شكل علمي، بس هو في النهاية واضح ان في حاجة كوميدي في الموضوع. طبعا الله يرحمه عم محمود الجندي عامل ابويا وداخل يعاكس سوسن بدر وبتاع، فالموضوع ايه واخد كذا جانب كوميدي يعني. فالحمد لله الحلقة طلعت من الحلقات الحلوة في علا يعني.